السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي ومتابعين قناة فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. طبعا أصدقائي، بهذا الفيديو راح أتكلم عن سبب انهيار عملة تيرا لونا كلاسيك بعد التصريحات الأخيرة لدوك وون ولسام بانكمان فرايد. طبعا أما مش فيديو، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، راح أترك لك الرابط أسفل الفيديو. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأنترو. طبعا اصدقائي، صرح دوك وون مؤسس عملة تيرا لونا كلاسيك سابقا والمؤسس الحالي لعملة تيرا لونا 2.0 عن ان شركة جينيسيس هي شركة اقراض تابعة لشركة ديجيتال كرنسي جروب. طبعا هاي الشركة بتحتوي على شركات مثل كوين ديسك الخاصة بالاخبار، وبتحتوي على شركة جينيسيس الخاصة بالاقراض، وطبعا عندي كمان شركة جراي سيكل. طبعا اصدقائي، هاي الشركة اللي هي شركة جينيسيس شركة خاصة بالإقراض، قامت بشراء مليار دولار من اليو اس تي. طبعا اليو اس تي هو الدولار المستقر الخاص بعملة تيرا لونا كلاسيك، طبعا حاليا اللي هو اسمه يو اس تي كلاسيك. طبعا كان الدولار الرقمي بسعر 1 دولار، دولار ثابت. قامت شركة جينيسيس بشراء مليار دولار من اليو اس تي في شهر أبريل، وتم بيع اليو اس تي خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد. يوم الأحد 8 مايو تم بيع مليار دولار من عملة اليو اس تي. هذا أدى إلى هبوط كبير وعملية دمب على عملة اليو اس تي. طبعا انهيار عملة اليو اس تي بدأ يسبب آثار جانبية على عملة تيرا لونا كلاسيك، وكمان بالمقابل سبب له انهيار لعملة تيرا لونا كلاسيك. وطبعا سوء الإدارة من دوك وون أدى إلى تفاقم المشاكل. وطبعا نفى سام بانكمان فرايد أنه حاول مهاجمة عملة تيرا لونا كلاسيك المستقرة اللي هي عملة اليو اس تي، وطبعا نفى أنه هو كمان ما كان يحاول يهاجم عملة اليو اس دي تي. طبعا لحد الآن ما في أخبار أكيدة، لكن على الأغلب سبب انهيار عملة تيرا لونا كلاسيك هي منصة اف تي اكس ومنصة جينيسيس ومنصة المادة. هدول المنصات كانوا عبارة عن شركة أو عبارة عن عصابة، طبعا تآمروا على عملة تيرا لونا كلاسيك واليو اس تي، وقاموا ببيع كميات كبيرة من اليو اس تي، وهذا أدى إلى انهيار عملة تيرا لونا كلاسيك واليو اس تي كلاسيك. طبعا شو بالنسبة لتحليل عملة تيرا لونا كلاسيك، حاليا عم مواجه مقاومة عنيدة جدا اللي هي نقطة الاجتماع عند سعر 0.3017، كسر هاي المقاومة رح نرجع نشوف مراحل جديدة من هاي العملة، ورح نرجع نواجه مناطق ما بين 0.318 إلى 0.320. طبعا هاي مقاومات التالية، لكن بالبداية لازم نكسر هاي المنطقة اللي هي منطقة 0.317، مقاومة عنيدة جدا اللي هي مقاومة كسر موفينج افريج 50 المجتمع مع موفينج افريج 200. وطبعا عندي دعم كمان قوي اللي هو الدعم الترند الصاعد، في حال كسرنا هذا الترند رح نرجع نواجه منطقة 0.3. أصدقائي، بوصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى توصلك كل جديد في عالم المعلومات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.